خليني اقول لكم بقى ايه اللي حصل في ملابسات هذا الحوار اللي كان صعب جدا وقاسي جدا ومبكي في بعض الاوقات. اولا احنا كنا ما بين خيارين، الرجل الذي لم يتكلم من سنة 2000 بسبب الظرف الصحي، الجلطة التي أقعدته وخلت حتى قدرته على الكلام صعبة بشكل كبير جدا، وأنا بشكر بشكل شخصي زميلتي في فريق الإعداد الأستاذة شيرين فتحي لأنها بذلت مجهود كبير جدا لحد ما وصلنا للأستاذ سمير خفاجة وأقنعناه في قعدة تانية، وبشكر جدا الفنان الكبير الأستاذ محمد أبو داود، واحد من القلائل اللي لسه ملازمين بالسؤال والاطمئنان والمجالسة مع الأستاذ سمير خفاجة، رغم أنه ربما يكون أقل واحد اشتغل معاه أو هي كانت مرة في بودي جارد، على عكس ناس كتير جدا اشتغل معاهم الأستاذ سمير خفاجة واستفادوا من وراه كتير جدا، ولكن سمير خفاجة متضايق أنه محدش بيسأل عليه منهم. اللي حصل في هذا الحوار أن احنا حاولنا أنه نروي جزء من مذكراته، هو بيكتب مذكراته دلوقتي بخط ايده، وزي ما هتشوفه وزي ما شفته في البرومو كان الخط ايده مش واضح قوي، فتلاقي الفنان محمد ابو داود مكمل عليها. لصعوبة قدرته على الكلام كان طول الوقت بيحاول يهرب، انا تعبان النهارده مش تعبان، لحد ما وافق. دخلنا البيت زي ما هتشوفوا بعد شويه في الحوار، احنا كنا فعلا في مغاره علي بابا. هذا البيت زي ما قالت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز اللي كان مشهور بانه اللي ما يحضرش من سياسيين وفنانين حفلة في بيت سمير خفاجة وما حضرش حفلات قبل كده، كان زعلان قوي بيكلمنا ان السنة دي كان عنده 9 بس في البيت، رغم ان كان بيبقى فيه قبل كده 200 وبيطلعوا بدعوات وفنانين كبار كانوا بيطردوا من على السلم عشان ما كانش في مكان. لكن في هذا الحوار لما هو حس بصعوبة ان صوته مش واصل للناس، اقترح علينا انه الفنان محمد ابو داود يروي علينا مذكراته في وجوده وهو قاعد معانا وهو يشاركنا في الحوار. وعملنا بروفتين كده ولا حاجه. البروف الاولانيه كانت تدخلاته صغيره قوي، لكن سبحان الله اليوم اللي كان فيه التسجيل رغم ان هو كان عاوز يعتذر وكان قلقان شويه بدا يتكلم، بمجرد ما الكاميرا اشتغلت وبدانا نتكلم عن ذكرياته واحاديثه بدا يتكلم وصوته طلع، أحباله الصوتية اللي ما كانتش بتشتغل على مدار الأعداد اللي قعدناها مع بعض بدأ يتكلم، سبحان الله ما أعرفش بدأ يتكلم، بدأ صوته يطلع، بدأ يصحح المعلومات اللي بيقولها الأستاذ محمد أبو داود، بدأ يقول لنا هو عمل إيه مع أم كلثوم، مين زعلان منه، مين ما بيزوروش، مين كسر بخاطره، بدأ يقول لنا مين من الفنانين دلوقتي اللي كان نفسه يشتغل معاهم ويعمل لهم مسرحيات، بدأ ينهض من جديد وتدب فيه الحياة ويقول لنا انه نفسه يرجع يعمل مسرح تاني. في هذا الحوار قصه عباره عن عبر ودروس لازاي بننسى الناس العظام اللي في البلد دي، وازاي بنوجعهم بنسيانهم، وازاي برضه بنشوف قصه نجاح لواحد مره تانيه وتالته لو حطيناه كده في كفه هنلاقيه عمل كتير قوي لما نسميه برياده مصر الفنيه والسياسيه في الوطن العربي. هنروح لفاصل وهسيبكم مع حوار أسطورة المسرح المصري الأستاذ الكبير سمير خفاجة. دخلنا المغارة ولقينا أكتر من 600 ألبوم صور وقصص كبير جدا كتيرة جدا لكشاف النجوم اللي اكتشف كل نجوم مصر من أول بليغ حمدي وفؤاد المهندس لحد عادل إمام. بعد الفاصل أسطورة المسرح المصري ومذكرات راجل مهم جدا اسمه سمير خفاجة.